القمة العربية لإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج كانت البداية عام 2009، وبفضل الله أصبحنا من أفضل الشركات مصداقية في مجال التوظيف الداخلي والخارجي. تميزت شركة القمة العربية بتحقيق تطلعات كافة العملاء من أصحاب الأعمال والمرشحين في الحصول على الوظائف. القمة العربية، ولهذا تميزنا. لدينا بفضل الله القدرة على توفير الموارد البشرية لشغل جميع